أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن محافظة فريق باريس اف سي الفرنسي بشعار فيكتوريس البحرين على المنافسة بقوة على بطاقات التأهل للدرجة الأولى يؤكد حرص اللاعبين والجهازين الفني والإداري على تحقيق رؤية مجلس الإدارة التي تسعى دائما لتهيئة الأجواء المثالية للفريق في كافة مباريات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالنتيجة التي حققها باريس اف سي بتعادله مع أجاكسيو بهدف لهدف في الأسبوع 37 رغم الظروف التي أحاطت بالفريق أثناء المباراة، ومشيدا سموه بالروح القتالية التي يتمتع بها الفريق واستطاعته الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: نشيد بعطاء اللاعبين وحرصهم على الظهور بروح عالية، ونحن سعداء برؤية اسم مملكة البحرين في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية على قميص فريق باريس اف سي الذي يحقق العديد من الأهداف المرجوة، وحرص اللاعبين على تقديم المستويات البارزة بهذا الشعار الغالي. وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة أمام شامبلي السبت القادم، والتي ستكون مهمة جدا في حسم خوض الفريق مباريات تصفية الصعود القادمة.